القوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر. جاء الموقف اللبناني في بيان أصدره المجلس عقب انعقاده في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت برئاسة الرئيس رئيس الجمهورية ميشيل عون، تعقيبا على إعلان إسرائيل قبل أيام البدء بإقامة جدار جديد على الحدود مع لبنان، فضلا عن زعمها بأن البلوك 9 للبلوك الغاز رقم 9 في البحر المتوسط يعود لها. وحذر المجلس في البيان من أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار رقم 1901. نتابع التقرير. من حق لبنان أن يحلم بدخول نادي الدول النفطية، خصوصا لو كان الحلم معضدا بمعطيات واقعية تقول إن مياه البلاد غنية بالنفط والغاز، وما تهافت عمالقة التنقيب عن النفط على مياه لبنان إلا دليل على مشروعية الحلم اللبناني، لولا تنغيصه من طرف إسرائيل الراغبة في وضع يدها على ما ليس من حقها. فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا حتى القانون الدولي يقر لإسرائيل بأي أحقية على المياه التي يوجد فيها النفط والغاز، وخصوصا البلوك رقم 9 الذي يقع بالمحاذاة مع المياه المتنازع عليها. ولأن إغراء النفط والغاز لا يقاوم، فقد فكرت حكومة الاحتلال وقدرت فدبرت قرار بناء جدار فاصل مع لبنان تحت مبرر تأمين حدودها من هجمات حزب الله ومنع الأخير من أسر جنود الاحتلال في أي مواجهة مرتقبة، ليأتي الرد من الحكومة اللبنانية بأن الجدار سيقضم من الأراضي اللبنانية، وضع لا تقبله بيروت. فما كان منها إلا أن صعدت من خطابها وتوعدت بالرد على أي اعتداء إسرائيلي. تقول تل أبيب إن الجدار لن يمس الأراضي اللبنانية، بينما تكتفي القوات الأممية اليونيفيل بالمراقبة داعية لعدم التصعيد. ويرى كثيرون أن الخلاف الجوهري بين الطرفين ليس على الحدود البرية وإنما على البحر، ففيه ثروات تتسابق شركات العالم على الظفر بها. وما انتقال الاحتلال الإسرائيلي إلى مربع بناء الجدار إلا تعبير عن انزعاج من الخطوات اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية. ولعل ما زاد من الحنق الإسرائيلي هو دخول شركات كبيرة على الخط لعقد صفقات مع الحكومة اللبنانية غير عابئة بالتحذيرات الإسرائيلية. ومن وجهة نظر اقتصادية، ما كانت هذه الشركات أن تغامر باستثمار أموالها لو لم تقتنع بوجود ما يغري في بحر لبنان. وهكذا فالجدار ما هو إلا فصل من فصول صراع بين بلد راغب في استغلال ثرواته الطبيعية وطرف يريد بسط سيطرته على هذه الثروة وإن بالقوة كديدنه في مرات عدة. إنه النفط محرك الصراعات والتحالفات في العالم، وهذه المرة يبدو أن اللبنانيين ما عادوا يقبلون بسلب ثرواتهم وهم ينظرون. دكتور أحمد عجاج، يعني ما الذي يحدث فجأة بشكل مفاجئ على الحدود الجنوبية للبنان؟ هذا إذا كان هناك حدود واضحة أصلا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني طبعا في لبنان يعني خلافات بيننا وبين الكيان الإسرائيلي الغاصب حول يعني احتلاله للأرض. يعني هناك طبعا فلسطين وهناك لبنان، هو في أرض فلسطين، هو يقول أن هذه المناطق حددها بطريقة معينة، واعترض الحكومة اللبنانية على 13 نقطة في التحديد في الناقورة، وقالت أن هذه المناطق ليست للإسرائيلي، وهو يصر على أنه بدأ يبني عليها. ومن هنا جاء المجلس الأعلى، الأمن الأعلى اللبناني، جلسة الدفاع اللبناني الأعلى، ليقول أنهم لا يقبلوا بأن يبنى جدار على أراضٍ يعتبرونها لبنانية، وأن هذا بمثابة اعتداء واضح، والاعتداء الواضح يتطلب من الحكومة اللبنانية أن ترد عليه بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية. طبعا هذا الترسيم البري الحدود الذي يبنونه يؤثر على البلوك 9. البلوك 9 هذا يعني إذا نظرت إلى الخارطة اللبنانية، طبعا عندما ترسم الحدود البحرية تعتمد الخط الوسطي وهو إكوي ديستنس، وبالتالي ينطلق من أقرب نقطة برية، وهنا عندما يذهبون إلى الجنوب
إلى الآخر، يأخذوا عن طريق الخط الوسطي أراضي من يعني بحرية لبنانية. والبلوك 9 هذا مختلفين نحن وإسرائيل على 150 كيلو متر فيها، وهم يقولون أن هذا الأمر لهم، وهم يخشون من التفكير اللبناني، لأن اللبنانيين يقولون أن حتى بلوك 9 هو نحن يعني زحنا قليلاً صوب حدودنا، ونحن يجب أن نزيح باتجاه الحدود الفلسطينية، باتجاه الحدود التي تحتلها إسرائيل. وبالتالي إسرائيل تقول لهم منذ البداية لا، هذا البلوك معظمه لي وليس لكم. نعم. وهذا سيشكل مشكلة كبرى، ومن هنا تحرك الأمريكان وجاءوا للمنطقة. طيب دعنا نشك معنا العقيد الركن أحمد تمساح رئيس مركز دراسات الإقليمية والشرقية، ينضم إلي عبر الهاتف من بيروت. أرحب بك عميد ركن أحمد تمساح. يعني في أي سياق تأتي فكرة إقامة هذا الجدار الحديدي على الحدود؟ وأنا أرحب بكم سيدي العزيز. لا شك بأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى إحياء أو إيجاد نوع من الاتصال المباشر ما بين السلطات السياسية اللبنانية وسلطاته، وهذا نحن ما زلنا في حال أداء مع إسرائيل، وهذا لن يحصل، هو نوع من الإحراج. وحتى فلما قال وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن هذا البلوك 9 هو لنا، التخطيط لمناطق كل يعني دولة ما لها من الحدود الإقليمية البحرية قد قام الأمريكيون قبل هذا بمدة بمشاركة المبعوث الأمريكي كما أتذكر كان اسمه فريدريك هوف في وقتها، وقاموا بترسيم الحدود المائية وتم كل شيء بموافقة الجميع. ما يحصل حاليا هو نوع من الضغط على الحكومة اللبنانية، أولا كي تبدأ بمباحثات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وثانيا هو نوع من الضغط على المقدرات المالية أو الثروة النفطية التي هي من حق لبنان، كي كما هي العادة كي يحصلوا على أكثر ما يريدون. وبرأيي هذا لن يحصل، هناك قرارات للأمم المتحدة، هناك ترسيم تم في السابق وبرعاية الأمريكيين الذين هم حلفاء الإسرائيليين، وتم ترسيم هذه البقعة. وكما تفضلت حضرتك حاليا قبل قليل بأن الشركات الكبرى التي ستقوم بالتنقيب عن النفط لن تغامر بوضع أموال ضخمة في مناطق يصودها يعني القلق ويصودها الاضطراب. نعم. هذا ضيفي الدكتور أحمد عجاج هو من تحدث بهذه الفكرة للأمانة. نعم. فقط على كل حال عميد ركن أحمد تمساح، يعني ما هي خيارات لبنان أمام هذا المخطط أو هذه المشاريع الإسرائيلية، سواء بإقامة هذا الجدار الحديدي أو فيما يتعلق بالحقل رقم بلوك رقم 9 حقل الغاز؟ لقد أوضحت الحكومة اللبنانية أن خيارنا هو أن نعود إلى مقرراته اللجان التي كلفتها الأمم المتحدة للقيام بالترسيم هذا، إن كان على الخط الأزرق الذي يفصل ما بين إسرائيل ولبنان أو بين فلسطين المحتلة ولبنان، وما بين الخطوط البلوكات النفطية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، ما هي حصة لبنان، ما هي حصة إسرائيل، ما هي حصة قبرص، ما هي يعني كل هذه الأمور حصلت من خلال تدخل دولي، وهذا ما تريده حاليا الدولة اللبنانية. نحن مرجعيتنا الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي قامت بالترسيم. لا هنا لا يمكن لإسرائيل أن تفرض ما تريده هي على الأمم المتحدة، ولو أراد تحدي فلبنان ذهب إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، هذا اعتداء على سيادة الأراضي اللبنانية برا وبحرا. أشكرك جزيلا العميد الركن أحمد تمساح رئيس مركز دراسات الإقليمية والشرقية، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. دكتور أحمد عجاج، يعني ذكرت نقطة جد هامة وهي علاقة هذا الجدار أو هذه الحدود مع البلوك رقم 9. يعني لبنان
في أي سياق يمكن له أن يتحرك على المستوى السياسي أو الدبلوماسي؟ يعني نقطة القوة عند لبنان الآن أن هناك رغبة دولية يعني قوية وصلبة أن لا تريد عدم استقرار في لبنان، وبالتالي يعني ستعمل الدول الكبرى وبالتالي الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على احتواء هذا الخلاف. وذكر زميلنا من بيروت أن هناك كان مبعوثا يعني أمريكيا فريدريك هوف جاء عندما بدأت المشكلة في بدايتها وقال أن هناك خلاف بين لبنان وإسرائيل، ولكي لا يستفعل هذا الخلاف لبنى نفعل شيئا أفضل، يعني نقبل بالترسيم الذي وضعته الحكومة اللبنانية ووضعته لدى الأمانة العامة المتحدة، يعني هذا حق لبنان ونحن نؤمن أنه اللبنانيين الحق الالتزام به، ولكن شرط أن يبدأ الاستكشاف، وإذا ما خرجت يعني المصادر الموارد المتوقعة من الغاز أو النفط فتوزع ثلثين للبنان وثلث لإسرائيل. الحكومة اللبنانية أبدت حسن النية، إسرائيل رفضت تماما، وهذا يدل على النية العدائية لإسرائيل. إسرائيل ترى أن هذا الحق الرام تسعى خطير جدا عليها. لماذا؟ لأنه قريب جدا يعني من حق الكريشان، وهناك خزان ويمكن أن يكون يعني هذا النفط في هذا الخزان موجود، وبالتالي فإنه إذا ما بدأ اللبنانيون استخراج النفط قد يأخذون من كريشان، وإذا ما أصبح هناك ترسيم جديد ولا آخره فقد يأخذوا يعني أبعد من النقطة 9، وبالتالي يحصلون على كل نفط كريشان الإسرائيلي وباتين أزبال، وهذا ما يقلق الإسرائيليين ولا يريدون. أخيرا وباختصار شديد لو سمحت دكتور أحمد عجاج، عندما يتحدث المجلس الأعلى للدفاع عن منح الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي في البر والبحر، ما المقصود بهذه القوى العسكرية؟ هذا شيء طبيعي، هناك طبعا توجد مقاومة ويوجد جيش، يعني هناك إجماع لدى اللبنانيين في هذه المسألة بالذات. عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يوجد إجماع عند اللبنانيين أن المقاومة والجيش سيتوجهان والشعب سيقفون في وجه إسرائيل، وإذا ما زحنا إسرائيل من خارطة فاللبنانيين مختلفون على بقية القضايا. طبعا أنا أعتقد أن إسرائيل من مصلحتها التصعيد الآن، لأن تعرف الوضع يعني صعب جدا في لبنان ومعقد، وبالتالي تحاول استغلال هذا الأمر. لكن أنا أعتقد أنه عندما يتصل الأمر بإسرائيل سيذول أي خلاف وسيقف الجميع في مواجهتها. أشكرك جزيلا دكتور أحمد عجاج الكاتب والباحث على حضورك معنا. أما أنتم مشاهدينا فانتظرونا بعد فاصل قصير.